كانش الاسم الاول عنه ما بنتحول في الاخبار في الرياضه بكل شي فالجميل بوبجي. السلام عليكم، ارحب بجميع الحضور خاصه من اداره البنك العربي اللي زارتنا اليوم. اتوجه بالشكر للاستاذ صالح مدير المدرسه الثانوي واعضاء الهيئه التدريسيه، واخص بالذات الطلاب والطالبات اللي رفعوا اسم جد عاليا. الصحيح انه الانجاز اللي انجزوه كان انجاز مفاجئ لنا، طبعا انجاز مفاجئ على الجانب الايجابي لان الاستاذ صالح نفسه كانوا ما بقوش يتوقعوا انهم يصلوا للمرتبه الاولى، يعني يصلوا حد سيجما مثلا، هذا كان انجاز كبير. ولكن احنا نفتخر بهذا الانجاز على المستوى القطري اللي احنا اليوم بصدد تكريم وتوديع طلابنا اللي رايحين يمثلون على المستوى العالمي. فلذلك احنا في المجلس كما ذكر رئيس قسم المعارف ابو العبد اتفاجأنا، ما كناش متوقعين هذا الحدث، فلذلك تكلفته كانت كثير عالية. بذلنا مجهود كبير في المجلس وساهمنا بالفعل بمبلغ لا يستهان به، فلذلك أود أن أستغل الفرصة وأشكر باسم المجلس المحلي وهارجة كل المساهمين الآخرين اللي ذكر اسم منهم أبو العبد على انه اعطونا نستطيع انه كل الامور تكتمل. وبالفعل الاستاذ صالح الصفيه قبل يومين كان لي كل شيء جاهز، والرحله ان شاء الله راح تكون موفقه لطلابنا. فلذلك بستغل هذه الفرصه وبقول للطلاب والطالبات مبروك على هذا الانجاز. اصبح سبب يكون الرئيس حاج انه انا بس فتح البنك العربي جيت على جد، كنت اسمع بجد، انا غربي جد، انا من الشمال، وصدف انه مرتين ثلاثه جيت على بدر غربي، وقصص جاي ثلاث اربع مرات على جد، وانا تعرفت على البلد، ومبسوط انه في هاي البلد، بشوف انه البنك العربي ممكن كثير يطور البلد، والكلمات اللي حكيتها حالي كلمات معبره، واحنا جينا هنا عشان نخدم اهالينا في جد. البنك بيعمل على تطوير المجتمع من جميع النواحي، ان كان ناحيه اقتصاديه، نحن تربوية فعاليات، فإحنا موجودين للخدمة. كمان قلت للمدير السنة قالت لي بتيجي كثير على جد، قلت لها بتستعد أجي كل يوم بما في مصلحة الفرع، إنه الفرع بيتقدم وينجح. الحضور الكريم وصلتم مساء رئيس المجلس المحلي المحترم، أعضاء المجلس المحلي المحترمين، مدير المدرسة المحترم، وطاقم الهيئة التدريسية المحترمين، السيد وليد مصالحة مدير القوى العامله في البنك العربي الاسرائيلي، زميلي وصديقي، وانا عرفت في الوظيفه وكان قبلي مدير منطقه في الجنوب، انا كنت في الشمال. الاستاذ المفتش مدحت زحاق المحترم، كلمات جميله جدا، ارجو لك النجاح في المهمه اللي نلقاها عقيقه. مديرة الفرع السيده سناء المحترمه، الاهالي الاعزاء، الطلاب المحتفى بهم والذين نرفع رؤوسنا بكم عاليا جدا جدا. يشرفنا في البنك العربي الاسرائيلي ان نكون معكم للاحتفال بالانجاز الكبير الذي حققتموه في المسابقه القطريه. لقد اثبتتم وبجداره انكم اصحاب كفاءات وقدرات عاليه. باسمي وباسم اداره البنك العربي الاسرائيلي نهنئكم ونتمنى لكم المزيد من النجاحات التي تليق بكم وبلدتكم جد والمجتمع العربي عموما، فانيها والى الامام. كما تعلمون نحن من خلال فرعنا في جد نقدم افضل الخدمات المصرفيه ذات الطابع العصري والتكنولوجي، مع ابنيه مجهزه باحدث المعدات والتقنيات الحديثه بما يلي زبائننا. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين. الاخوه الحضور الكرام، رئيس البلد المجلس المحلي، ممثلي البنك العربي، مدير واعضاء الهيئه التدريسيه في المدرسه الثانويه الكرام، الاباء والامهات، طلابي الاعزاء، حقيقه موقف في
فيه كثير من الانفعال وفيه كثير من الفخر. الفخر والاعتزاز. أذكر أمامكم دائماً أننا نستطيع. إذا أردنا كمجتمع عربي فنحن نستطيع، وهذا إثبات قاطع لأننا نستطيع. ولا نستطيع فقط على مستوى بسيط، ولكن نستطيع على مستوى عالمي، ونستطيع على مستوى قطري، وإن شاء الله رب العالمين أميتك الشيخ سيد خالد تتحقق أنها راسك الشيخ خالد بن فهد سعيد رب الشيخ خالد إن شاء الله الشيخ خالد. فأتمنى إن شاء الله رب العالمين أن الله يحققوا إنجاز تلو الإنجاز. لم يكن هذا الإنجاز لولا الإخلاص بالعمل. الإخلاص بالعمل هو سر نجاح المجتمع والجهد. قدرات الحمد لله موجودة، شهادات موجودة. إذا أضفنا معادلة هندسية في موضوع الإخلاص بالعمل فنحن نستطيع ذلك. وضعت مدرسة الثانوية في جهد أمام عيونها التميز، وهذا أول خطوة من التميز أستاذ صالح. ونأمل خطوات أخرى، لأنه اللي بيطلع السلم فوق وقف بيضل يطلع فوق لفوق. الترتيب السادس السابع يا شيخ ناصر توقعاتنا إن شاء الله تكون أكثر. فإنني